بنات راح احكي لكم قصه وعليها قيسوا. زوجي اجى له مسج على تليفونه، فاني لزمت التليفون قلت له شنو الباسورد مالتك، فرد لي طبيعي. قلت له زين لعد راح اقرا المسج اللي اجاك، قال لي وبكل ثقه اقري عادي حبيبتي وين المشكله. قلت له وراح ادخل على الدايركت مال الانستغرام مالتك واقرا المسجات همتين. قال لي اقري حبيبتي اقري وبدربج شوفي ايش كاتبي لي. زوجي كلش زين وياي وهالشي ابدا ما مريحني ومحسسني اكو شي غلط بالموضوع. شلونكم يا بنات؟ قصتي اليوم عن زوجي اللي ايش اريد من عنده يسوي لي، كل طلباتي مجابه، كل شي اقوله يتنفذ، وايش قد حاولت الزم عليه شي بس ما لقيت. ليش لعد البنات قبل الزواج يحكون عن الرياجيل؟ وين المشكله؟